نرجع تاني فرنسا استعدادا لمباراه بكره منتخبنا الاولمبي امام منتخب المغرب. محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي. كابتن محمود مساء الخير. مساء الخير، ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا كابتن محمود، اخبار حضرتك ايه؟ والله كله تمام الحمد لله. طمنا على منتخبنا بكره وكلنا بنقول يا رب. والله ربنا يسهل، لسه يعني ان شاء الله الحلم موجود ولسه هنقاتل زي ما قلت لحضرتك قبل كده على تحقيق الميداليه، وربنا يكرم ان شاء الله بكره ماتش صعب. ربنا يكرمنا ان شاء الله ويكرم الرجاله كده ان شاء الله ونكسب ان شاء الله. سمعنا بعض الاخبار السيئه عن وجود حالات كورونا محمود صابر والمغربي، هل ده صح ولا غلط؟ والله فوجئنا، كنا في التمرين وخلصنا التمرين وراجعين، فوجئت بالاخبار دي، الصحفيين قاعدين يبعتوني فاستغربت. فطبعا ما فيش الكلام ده، احنا كنا في التمرين عادي ومحمود صابر معانا ومغربي معانا وفي التمرين وفي المعسكر والدنيا كويسه وكله تمام، ما فيش حاجه في الموضوع ده خالص يعني لاي صحه، يعني ما فيش خالص الكلام ده. الحمد لله وربنا يجعلها كلها اشاعات يا رب. يا رب يا رب ان شاء الله. هل في اي فندم اصابات بكره يا كابتن؟ هل الامور كلها على ما يرام؟ هل حصل؟ عندنا اصابه احمد عيد بس هو اللي يعني عنده اصابه في العضله الخلفيه فمش هيقدر يشارك بكره، لكن هو عمر فايت طبعا موقوف عشان الطرد، لكن هم دول الحالتين الوحيدين اللي عندنا اللي مش هيشاركوا بكره يعني. هل ميكالي اتكلم مع اللعيبه بكره؟ حسهم على المباراه، مباراه اكيد صعبه. من بعد الماتش اللي فات، من بعد ماتش فرنسا، زي ما حضرتك شفت الظروف، يعني احنا بنلعب فرنسا متقدم 1-0 فاضل 7 دقايق على نهايه المباراه، طبعا ما حصلش نصيب وتعادلنا ولعبنا اكسترا تايم وكملنا وحاله الطرد بتاعت عمر فايد، لكن خلص الماتش وكابتن بركات اتكلم مع اللعيبه هي الصوره اللي قدامي على الشاشه دي حضرتك منزلها بعد الخبر؟ بعد الخبر لما رجعنا الفندق. بس اقول لك يا كابتن، اقول لك يا كابتن فكره بصراحه فكره صايعه. ربنا يخليك، بقول يعني ما فوجئت والناس قاعده تكلمني والاهالي اللعيبه بيكلموهم، فالدنيا توترت عندنا بيني وبينك يعني. يعني جت الفكره كده فقمت اعملها. هم برضه في الصوره سعاده كبيره قوي يعني، اللي هو ايه، انت مش محتاج تكتب حاجه. مش محتاج، بس انا قلت لهم اوعى يكون عندكم كورونا بجد بعد الصوره دي حتى لو الدنيا هتتغير. فلا فيعني الحمد لله، زي ما بقول لك كابتن بركات اتكلم مع اللعيبه، مثلا ميكالي اتكلم مع اللعيبه، خلاص يا جماعه احنا لسه عندنا ماتش مهم وتحقيق الميداليه لسه موجود. كان هيبقى انجاز لو كسبنا فرنسا ونلعب على الفاينل. وخلي بالك يعني هقول لك حاله كده غريبه حصلت ووصلت لنا برضو من مصر، الناس زعلانه ان احنا ما لعبناش فاينل. يعني خلي بالك لما يوصل لعيب مصري ان هو زعلان ان هو خسر من فرنسا وما لعبش فاينل اولمبياد، دي شخصيه مختلفه يعني انا ما شفتهاش قبل كده، ان يبقى في شخصيه ان المعسكر كله قاعد متضايق اليومين اللي فاتوا عشان ما لعبناش فاينل. يعني طبعا قادرين ان احنا كنا نلعب فاينل، لكن برضو حلو شخصيه اللعيب اختلفت. ان هو بيقاتل ان هو يقدر يكسب فرنسا في قدام الجمهور ده كله. كابتن هم اعظم حاجه في الجيل ده ان عمل قصه صدقها وصدق نفسه واقنع بيها الناس، فالحقيقه هو اللي وصل الناس تحلم، يعني الحلم ده هو اللي وصله للناس. بالظبط، وهي دي حقيقه فعلا، ان كل الناس في المنتخب وكل الناس في مصر بتتكلم احنا هنجيب ميداليه. فكره انك انت رايح تعمل التمثيل المشرف انتهت من عندنا، مفيش حد بيتكلم في الكلام ده عندنا طبعا. ثقه في ان احنا ممكن نقدر نجيب ميداليه، ده انا شايفه يعني بجد من اللي انا عايشه مع اللعيبه. وهنا لا زعل، بقول لك كاننا مثلا خرجنا من الدور الاول مثلا، يعني مش زعل انت بتلاعب خسران من فرنسا في ظروف صعبه. يعني بصراحه انا فخور ان انا اشتغلت مع الناس دي، والله اللعيبه رجاله والجهاز وكابتن بركات كل الناس بصراحه، يعني تحس فعلا ان احنا عايزين نعمل حاجه، وان شاء الله ربنا هيكرمنا على تعبنا ده ونعمل حاجه ان شاء الله يعني. ان شاء الله باذن الله ربنا يدي المنتخب ده على قد تعبه، والمنتخب ده يستحق ان هو يروح لنقطه بعيده ان شاء الله باذن الله. نتمنى كل التوفيق بكره يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، بشكرك يا فندم. شكرا جزيلا كابتن محمود حرب مدير المنتخب الاولمبي.